قتال عنيف وجبهات مشتعلة منذ ما يزيد عن العامين خلفت الكثير من الجرحى والمصابين وأصحاب العاهات الدائمة، ونتيجة لافتقار الوضع الصحي في الغوطة الشرقية للدعم اللازم من أجل عملية إخلاء الجرحى والمصابين من أرض المعارك، تم إنشاء منظومة الرحمن الطبية في الريف الدمشقي. بعد الحصار الخانق على الغوطة الشرقية قمنا نحن في فيلق الرحمن تشكيل منظومة الرحمن الطبية، وهي منظومة طبية معنية بالإصابات من المدنيين والعسكريين. لدينا أعمال مشتركة مع اتحاد أطباء الأحرار بمنظومة الإسعاف ومتابعة المرضى ضمن المستشفيات. فكل معركة تحتاج إلى طاقم من الأطباء والممرضين والمسعفين، منهم من ينشر على كامل خطوط الجبهة، ومنهم من يبقى داخل النقط الطبية من أجل العناية بالمصابين. شديدة بتم تحويل على العمليات المركزية، العمليات المركزية تأخذ إدارة الإسعاف من عمليات السلام. وإضافة لهذه المهمة التي تتمثل بالإخلاء والطبابة، فقد تكفلت منظومة الرحمن الطبية بما يزيد عن 30% من التكلفة المادية لعلاج المصابين من المدنيين في النقط الطبية المدنية الأخرى، بينما يتم في مكان آخر تصنيع الدواء في خط إنتاج دوائي بحسب المواد الخام المتوافرة داخل المنطقة. بفضل الله عز وجل نحن الآن معنيين بتصنيع أو بصدد تصنيع بعض الأدوية التي نملك موادها الخام في الوطن الشرقي. تضم منظومة الرحمن الطبية العديد من الأقسام الطبية، منها قسم معالجة القلب والأوعية الدموية، ومنها قسم الأورام السرطانية، بالإضافة إلى قسم المعالجة الفيزيائية وقسم الإسعاف والضماد. عمل هائل لا يخلو من المخاطر في كل يوم، لينالوا بذلك لقب جنود الإنسانية. أبو الحمزة الدمشقي، ريف دمشق.